يقول: ما حكم قول مريم عليها السلام؟ هل يجوز هذا أن نقول عليها السلام؟ لا مانع، كل مؤمن يجوز أن تقول عليه السلام، لكن اتخاذ هذا شعارا هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، اتخاذه دائما. أما إذا قيل بعض الأحيان عليه السلام فلا بأس. أما الشيعة اللي يقولون علي عليه السلام يتخذونه شعار، هذا لا يجوز. نعم.